مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نديرو فيه ليكزيرسيس 11 صفحه 128 في الدرس ديال ليزيكواسيون. دونك هنايا عندنا في السؤال 11 ريزودر ليزيكواسيون سويفونت، يعني غنحلو المعادلات 4y او كاري موان 3y ايغال 0. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ هنايا غادي نديرو تعميل، غادي نعملو. دونك هنايا راه عندنا y دونك غنعملو ب y. دونك غادي نديرو y عامل تبقى لينا 4 y ناقص 3 y ايغال 0، لان y في 4 y راه هي 4 y او كاري ناقص هنا باردون 3 ناقص y في 3 هي ناقص 3 y. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو بلي ان y غتساوي لنا 0 و 4 y ناقص 3 كتساوي 0. اذا غنديرو y ايتيغال 0 هادي اولا او y ناقص 3 كتساوي 0. اذا هنا غادي نحلو هادي، اذا y كتساوي لنا 0 و 4 y كتساوي لنا ناقص 3 غنجيبوها للطرف الاخر تولي 3، اذا y غتساوي لنا 3 على 4. اذا حلول المعادله، المعادله عندها حلين اللي هو 0 و 3 على 4. دونك غنكتبوا لي سوليوشن دو ليكواسيون سون 0 و 3 على 4. عندنا y عامل 2y ناقص 1 زائد y عامل 3y ناقص 5 كتساوي لنا 0. اذا هنايا غادي نعمل بواحد y غتبقى ليا 2y ناقص 1 زائد 3y ناقص 5 اللي هي غتساوي لنا y عامل لي 2y ناقص 1 زائد 3y ناقص 5. دونك y عامل غادي نديرو 2y غنزيدو عليها 3y هي 5y ناقص 1 ناقص 5 هي ناقص 6. دابا عاد غادي نحلو المعادله، يعني عندنا y في 5y ناقص 6 كيعني ان y ايتيغال 0. سمحوا لي ما كتبتش انا ايتيغال 0، قلنا بلي ان y غتساوي لنا 0 او بيان 5y موان 6 سي ايغال 0، يعني y كتساوي لنا 0 او 5y. اذا ناقص 6 غنجيبها للطرف الاخر تولي زائد 6، دونك y كتساوي 0 او دابا حنا خصنا نخرجوا y، y غتساوي لنا 6 على 5. اذا ليكواسيون عندها جوج ديال الحلول، دونك لي سوليوشن لي solution de l'équation sont عندنا 0 و 6 على 5. اذا المعادله حلين هما 0 و 6 على 5. بلسي عندنا y ناقص جذر 2 عامل y ناقص 1 ناقص y ناقص جذر 2 كتساوي لنا 0. دونك كنلاحظوا بلي ان هنايا عندنا واحد العامل المشترك اللي هو فاكتور كومان اللي هو y ناقص جذر 2، وهنا عندنا y ناقص جذر 2. دونك غادي نعملوا به y ناقص جذر 2 عامل، دونك فوالا عملنا، بعدا بقات لينا y ناقص 1 ناقص ماشي بقى لنا والو، بقى لينا 1 ايتيغال 0. دونك y ناقص جذر 2 فاكتور y ناقص 1 ناقص 1 هي ناقص 2 كتساوي لنا 0، يعني ان y ناقص جذر 2 كتساوي 0 او y ناقص 2 كتساوي 0. اذا y ناقص جذر 2 ايتيغال 0 و y ناقص 2 ايتيغال 0. دونك y ايتيغال هاد ناقص جذر 2 غنجيب هاد الطرف الاخر غتولي لنا غاسين دو 2 يعني جذر 2، و y ناقص 2 غنجيبها للطرف الاخر غتولي لنا هي 2. دونك y
كتساوي لنا جذر جوج أو إيكغيك كتساوي لنا جوج. الحلول ديال المعادلة لي سوليسيون دو ليكواسيون سون عندنا غاسين دو دو إي دو. بالنسبة لليكزارسيس 15 مريم شوازي أن نومبر إكس إي لو ملتيبلي بار 5 بوي أجوت 7 إي تخوف 52. دونك مريم اختارت أن نومبر اللي هو إكس يعني مجهول وضربات داك إكس ضرباتو في 5 ومن بعد زادت ليه 7 لقات 52. هنايا السؤال كيلي لو نومبر شوازي بار مريم، إذا شنو هو الرقم اللي اختارت مريم؟ مريم شوازي ان نومبر اللي هو اكس ضرباتو هذاك اكس ضرباتو فاش في 5 اكس في 5 من بعد ضافت له 7 قال لك il trouve 52 لقات 52. دونك شنو هو داك لو نومبر؟ دابا غنحلو المعادله. دونك غادي نديرو اكس اكس في 5 هي 5 إكس زائد 7 كتساوي لنا 52. دونك 5 إكس غنديرو المجاهيل في الطرف معالم في الطرف غادي نكتبو 52. هاد زائد 7 غادي نجيبوها للطرف الآخر غتبدل الإشارة ديالها تولي ناقص 7. دونك 5 إكس كتساوي لنا 52 إلا نقصنا منها 7 غتعطينا 45. دونك حنا كنقلبو على اكس شحال كيساوي. دونك اكس كيساوي لنا 45 غنديرو 45 غادي نقسموها على 5 دونك اكس غتساوي لينا 9. نتاكدو واش هادشي صحيح. دونك لو نومبر لي اختارت مريم لو نومبر شوازي با مريم هو 9. دونك نكتبو لو نومبر شوازي بار مريم اي 9. دونك لو نومبر شوازي با مريم هو 9. دونك نتاكدو دونك 9 ش قال لك شوازي ان نومبر اكس هو 9. 9 لا ضربناها في 5 9 في 5 45 نزيدو لها 7 غتعطينا 52. دونك فوالا هذا هو ليكزيرسيس 15. غادي نشوفو ليكزيرسيس 16. بالنسبه للتمرين 16 احمد شوازي ان نومبر احمد اختار رقم اي لو ملتيبلي بار 7 يعني داك الرقم اللي اختار اللي هو اكس ضربو في 7 وزاد ليه بوي اجوت 12 ومن بعد زاد ليه 12. il trouve le même résultat quand multipliant le nombre choisi par 10 يعني لقى نفس النتيجه فاش ضرب داك لو نومبر يعني اكس ضربو في 10. اذا كيلي لو نومبر شوازي بار احمد. دونك حنايا غادي نحاولوا نترجموا هاد الشيء اللي قالوا هنايا. دونك احمد شوازي ان نومبر يعني ان نومبر اللي هو إكس حنا ما عارفينوش بوي إل ملتيبلي بار 5 ضربو بار 7 ضربو في 7 دونك إكس ضربو في 7 من بعد زاد ليه 12 دونك لقى نفس النتيجة فاش كيضرب هاد إكس كيضربها في 10. دونك غادي نديرو اكس في 10 فوالا اكس في 7 هي 7 اكس زائد 12 كتساوي اكس في 10 هي 10 اكس. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نديرو المعالم بوحدهم والمجاهيل بوحدهم. دونك 7 اكس غادي نجيبو هاد ناقص 10 لهاد الطرف هذا تولينا ناقص 10 إكس كتساوي لنا ناقص 12. دونك 7 إكس نقصو منها 10 إكس هي
ناقص 3x كتساوي لنا ناقص 12. إذن x غتساوي لنا ناقص 12 على ناقص 3. حنا بغينا قيمة ديال x. دونك x كتساوي ناقص على ناقص زائد 12 على 3، دونك هي 4. إذن x كتساوي لنا 4. نمبر شوازي باغ أحمد، دونك الرقم اللي اختار أحمد هو 4.